وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فيكم الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن نفسه عن السبب الرئيسي لبعثته قال لنا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اشمعنى الأخلاق؟ ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ كارم ممدوح من علماء الأزهر الشريف وفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فيكم الخير. وأهلا وسهلا أهلا بك. سيدة عائشة، ربنا يبارك فيك وكل سنة وحضرتك طيب. ليه الأخلاق بالتحديد اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو ربنا بعثه للأمم علشان يتمم الأخلاق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جملنا بأخلاق رسول الله وأدبنا بأدب رسول الله وارزقنا جميعا يا رب شربة هنيئة من كف رسول الله لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. سيد النبي يا أستاذ دعاء، ربنا سبحانه وتعالى ميزه عن جميع الأنبياء وعن جميع المرسلين. كان قبل البعثة صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين. قبل ما يكون نبي وقبل ما يكون رسول كان مشهور وكان معروف بين الناس كلهم، لأنه جه في مجتمع للأسف منعدم الأخلاق، سيء الأخلاق. للأسف كانت الأخلاق الرذيلة كانت منتشرة في هذا المجتمع، فربنا سبحانه وتعالى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنموذجا يحتذى به في هذا المجتمع للأسف السائد، أو هذا المجتمع المتفشي فيه سيء الإيه؟ سيء الأخلاق. فكان يعرف بينهم بأنه هو الصادق الإيه؟ الصادق الأمين. وهذا دليل لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجل القلب خائفا يرتعد، وذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قالت والله ما يخزيك الله أبدا، ربنا مش هيضيعك أبدا. ليه؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتكر الضيفة وتعين على نوائب الحق. كل هذه مكارم أخلاق عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون إيه؟ قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا. فلما اختاره الله وميزه الله أن يكون رسولا، ربنا قال له كده في القرآن وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. وقال لنا صلى الله عليه وسلم كده إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما راح كده ذهب رجل إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقال له عد لي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي كانت إيه؟ قال له أتعرف العد؟ أنت بتعرف تعد؟ قال نعم أعرف العد. قال له عد لي متاع الدنيا. سيدنا علي بيقول للراجل ده أنت تعرف العد؟ قال نعم. قال له عد لي متاع الإيه؟ الدنيا. قال متاع الدنيا كثير. قال عجزت عن أن تعد القليل؟ ربنا قال إيه في القرآن؟ كل متاع الدنيا إيه؟ قليل. وتريدني أن أعد لك العظيم؟ ربنا قال لسيدنا النبي وإنك لعلى خلق إيه؟ لعلى خلق عظيم. فكانت أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخلاق النبي، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس فحاشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق، وكان ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن كان يجزي بالسيئة الإيه؟ الحسنة. وسئلت مرة ثانية عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه الإيه؟ كان خلقه القرآن كأنه آية. نشوف أول تقرير في حلقتنا النهاردة وفيكم الخير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا مع حضراتكم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير للحاجة أم أحمد. الست أم أحمد الست اللي ظروفها تعبانة وجوزها للأسف بيشتغل يوم وعشرة لا وعندها أولاد. بيت الست أم أحمد يا جماعة بيت مهمش جدا. لما تتخيل وتشوف بيت النهاردة في الزمن ده في الوقت ده بيت السقف بتاعه عبارة عن بوص وعن جريد، يبقى لازم نقف وقفة ونتذكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى لازم كلنا نساعد في ستر الست أم أحمد وأسرتها، ده بمثابة يعني سترنا كلنا. سيدنا النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعالوا مع حضركم نشوف الست أم أحمد ظروفها إيه وعايشة إزاي ونساعدها إزاي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا حاجة أم أحمد عاملة إيه؟ الله يخليك. حاجة أم أحمد أهلك وأخواتك دلوقتي حالا شايفينك وعايزين يساعدوكي، ظروفك إيه وإيه أكتر حاجة أنت محتاجاها؟ يعني محتاجة حباكة وكهرباء، وقاعدين والله العظيم من غير حباكة ومن غير كهرباء
وحالتنا تعبانه خالص، وعندنا ابو احمد والله يوم بيشتغلوا 10 لا وعامل عمليه برضه في ظهره، عمليه الغضروف، والاولاد والشتاء جاي علينا ومطره، والله السنه اللي فاتت احنا البيت اتغرق كله من النطر، احنا كنا قاعدين على الحصيره بناكل والنطره كانت نازله علينا. اكتر حاجه يا ام احمد محتاجاها من اهل الخير اللي شايفينك دلوقتي، اكتر حاجه انت محتاجاها ايه؟ اكتر حاجه محتاجاها سقف ان انا اتلمي تحتي انا واولادي ونقعد بامان. بتعيشي ازاي في السقف؟ انا شايف السقف عباره يعني ما فيش، يعني مش خايفه من الحشرات دخول تعابين او حشرات او اي حاجه؟ خايفه 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 من الحشرات، وحشرات فعلا والله بتخش علينا، بس احنا هنعمل ايه؟ طيب ما هنعمل ايه، ما هو ما فيش، والظروف تعبانه خالص. يعني اكتر حاجه انت محتاجاها، محتاجه سقف بيت. محتاجه سقف بيت وباب يعني وكهرباء حلوه، والله العظيم احنا بنتي اتكهربت بسبب ان ما فيش كهرباء حلوه، وسبب ان مفيش باب يتقفل علينا حلو، وسبب ان النطره بتنطر ومفيش بوص وحشرات داخله علينا، مفيش حاجه حلوه ومفيش. لما المطر بتمطر بتعملوا ايه؟ لما المطر بتمطر عليكم في البيت بنقعد، هروح فين بولادي؟ بنقعد بحط شوطه وحلل تحت النطره وبنقعد، هنعمل ايه؟ بقعد انا وولادي، هروح فين؟ هروح عند مين؟ محدش بياخد حد. سمعنا مع حضراتكم الحاجه ام احمد يا جماعه، وهي بتحكي لينا معاناه، معاناه في الشتاء ومعاناه في الصيف لما تعيش هي واسرتها في بيت يا جماعه للاسف يعني زي ما قلت لك سقف مهمش. احنا بنقول عليه سقف كده يعني ايه مجازا يعني، بس على الطبيعه او على الحقيقه ما فيش سقف. فاحنا بننشد اهل الخير يا جماعه اللي شايفيننا وسامعيننا من خلال مؤسسه فيكم الخير، بنقول لهم يا اهل الخير الست ام احمد ست اختكم، لا حق علينا. ربنا سبحانه وتعالى في القران قال لنا كده: والذين في اموالهم حق معلوم لمين يا رب؟ للسائل والمحروم. الست دي يا جماعه فقيره للاسف، فقر معدم للأسف. لما تلاقي تخش البيت ما تلاقيش حتى زي ما قلت لك السقف لا يحمي من حرارة الشمس ولا يمنع مطر الشتاء، يبقى لازم كلنا ننظر إليها نظرة رحمة ونسترها في الدنيا عشان ربنا سبحانه وتعالى يسترنا في الدنيا ويديم علينا هذا الستر في الآخرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الصدقة بتاعتك دي هتأتي يوم القيامة كالغمامة تظلك في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فإحنا بنناشد أهل الخير في كل مكان إن أنتوا يا جماعة بقدر الإمكان نساعد ست أم أحمد ونصرها في بيتها، نصر أولادها بقدر الإمكان عشان ربنا يسرنا ويديم علينا هذا الستر. مع مؤسسة فيكم الخير بننزل على أرض الواقع نلمس حاجات الفقراء وحاجات المساكين وحاجات المحتاجين. شفنا حاله ام احمد، تعليقك يا شيخ. تعليقي عليها يا استاذ عائشه زي ما السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لتصل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الدهر او نوائب الحق. احنا بقدر الامكان محتاجين نعين هذه المراه ست ام احمد يا استاذ عائشه، لما تقول لنا كده انا محتاجه سقف بيت يا جماعه، محتاجين نقف معاها وندخل الفرح والسرور عليها ونسعدها. اهم حاجه يا جماعه ان احنا نكون سبب في ستر الست دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده ان الاجر والثواب والجزاء من جنس العمل. لما تساعد الناس ربنا يساعدك، لما تسعد الناس ربنا يسعدك، لما تقف مع الناس وتشعر بهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يقف معاك في النكبات ويقف معاك في البليات ويقف معاك في جميع النوائب. لما ندخل الفرح والسرور على الست ام احمد وسيدنا النبي يقول لنا كده: من ستر مسلما في الدنيا الجزاء يا رسول الله ستره الله في الدنيا وايه والاخره. لما نساعدها ونصرها ربنا سبحانه وتعالى يستر عيوبنا، وربنا يستر خطيئاتنا، ربنا يستر زلاتنا، ربنا سبحانه وتعالى يسعدنا في يوم وفي لحظه احنا محتاجين بها بس البارقه امل ان ربنا ينظر الينا نظره رضا ونظره سعاده ونظره عفو ونظره كرم. لما ننظر الى هؤلاء نظره عفو ونظره سعاده ونظره مساعده، ست ام احمد يا جماعه محتاجه اهم حاجه في حياتها، محتاجه تسقيف بيتها. محتاجين من اهل الخير يتصلوا على الارقام الموجوده حاليا على الشاشه على مؤسسه فيكم الخير ويقولوا احنا نتكفل بتسقيف البيت وهنساعدها ان شاء الله عشان ربنا يساعدنا وندخل الفرح والسعاده على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشوف كمان تقرير خير ونرجع له. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا مع حضراتكم النهاردة محافظة بني سويف لقرية اسمها قرية خرشت. جينا النهاردة لست أحلام
جينا نشوف بيت ست احلام وعيشه ست احلام وظروفهم عامله ايه. بجد يا جماعه لما دخلنا البيت ما لقيناش حتى البيت ما فيهوش سقف واحد يا جماعه يحمي من حراره الشمس او من برد ومطر الشتاء. بجد والله حاجه صعبه جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى يكون في عونهم ويكون في عون كل انسان محتاج مساعده ومحتاج وقفه خير معاه ان شاء الله. احنا بنشد اهل الخير من خلال مؤسسه فيكم الخير ان هم يتابعوا ويشوفوا وينظروا لست احلام نظرت خير. ست احلام يا جماعه عندها اولاد وبيتها، وزي ما قلت لك في اول التقرير ان العيشه صعبه جدا جدا جدا. تعالوا مع حضراتكم نشوف ظروف ست احلام ايه وعايشه ازاي ونساعدها ازاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست احلام عامله ايه؟ الحمد لله تمام والله. بص لاخواتك يا ست احلام واحكي ظروفك ايه. والله العيشه صعبه هنا والمطر بتنزل علينا في الشتاء، والعيشه ربنا اللي يعلم بنا بقى، وما فيش ميه كمان، والحمد لله يعني على كل حال. الدنيا صعبه هنا والله، وبنشكركم يا اهل الخير بتعملوا لنا حاجه ودخلنا ميه كمان، احنا مش شايلين ميه، بنشيل من عند الجيران، والناس برضو ناس بتتقلب في وشنا، والواحد بيبقى تقيل عليه انه يروح يجيب مره واتنين، والعيشه صعبه بقى، والنطره بتنزل علينا في الشتاء والحمد لله. اكتر حاجه ست احلام محتاجاها من اهل الخير اللي شايفينك دلوقتي ايه؟ الحباكه والله، الشتاء بتنزل النطره بتنزل. الحباكه اللي هي تسقيف البيت يعني. يا ريت والله. طب انتوا عايشين ازاي والاولاد اللي ما شاء الله شايف اطفال في البيت، ازاي بتامنوا على نفسكم وانتوا نايمين ان مفيش اي حشره من الحشرات تعبان او اي حاجه تخش، نظرا للاسف ان البيوت هنا كلها للاسف مهمشه جدا جدا يعني، ازاي بتامني على نفسك وعلى اولادك؟ اقول الحمد لله ربنا اللي بيامن والله الحمد لله، بس هو نعمل ايه؟ بنعيش عايشين والله الحمد لله، بس هنعمل ايه؟ في الشتاء بتعيشوا ازاي مع نزول الامطار والمطر الشديد اللي بينزل؟ بتعملوا ازاي في اكلكم وشربكم ونومكم وحياتكم؟ بتعيشوها ازاي؟ بنبقى قاعدين والنطره بتنطر علينا، هنعمل ايه طيب؟ نروح فين ولا نجيب منين؟ قاعدين زي الناس وخلاص، النطره بتنطر علينا وقاعدين والله، وبناكل مشروب، نروح فين بس؟ بيت منه وخلاص، بس هنعمل ايه؟ طب تحب تقول لاهل الخير ان شاء الله باذن الله هيساعدوكي باذن الله؟ يا ريت يا اهل الخير تعملوا لنا السقف قبل الشتاء، عشان كل شتاء بتعدي علينا بنتعب فيها زياده والله. والله بنتعب اكتر من الشتاء اللي بعديها، وربنا اللي يعلم ما معناش نعمل اي حاجه واحنا عايشين والحمد لله. كلام الست احلام يا جماعه كلام يعني فيه كده احساس الوجع والالم، في احساس يعني العناء، في احساس الشقاء، في احساس كده تحس وانت بتسمعه ان الناس دي فعلا عايشه يا جماعه يعني عيشه صعبه جدا جدا. احنا بنشهد الخير يا جماعه، اسلامنا وديننا امرنا ان احنا نوقف مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده إنما المؤمنون إخوة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لما ست أحلام تقول لنا والله العظيم أنا خايفة لما في فترة الشتاء وموسم الشتاء بيجي بخاف يا شيخ، بتخافي من إيه؟ بتقول بخاف من نزول الأمطار عليا وعلى أولادي، بعيش حياة صعبة جدا جدا لما المطر بتنزل في البيت. أنت متخيل يا جماعة بيت قاعد فيه يعني ست وأولادها مفوسة في بيت، بتقول والله ما عندناش حتى وصلة مية، بنروح للجيران يوم يدونا ويوم يزعلوا مننا ويوم يقلبوا علينا ويوم يقفلوا الباب في وشنا، حياة صعبة جدا جدا. إحنا بنناشد أهل الخير يا جماعة، بنناشدكم بآيات الله اللي موجودة في القرآن، بنناشدكم بأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنناشدكم بالأخوة والإنسانية والمعروف وهذه الأصالة اللي بينا يا جماعة، بنناشدكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما نتراحم فيما بيننا ونساعد الست أحلام ونصرها ونصر عليها بيتها، ربنا سبحانه وتعالى يسرنا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. بصدقاتكم ونفقاتكم وزكواتكم إن شاء الله هنخلي الحلم يبقى حقيقة، وهنسعد الناس اللي محتاجانا عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا بكده. ست أحلام إحنا سجلنا التقرير ده وهنذيعه على التلفزيون، في مشكلة؟ لا عادي مفيش مشكلة يا شيخ. إن شاء الله مفيش مشكلة، وإن شاء الله هنسعدك وهنساعدك عشان ربنا يسعدنا ويسعدنا جميعا إن شاء الله.
شفنا حالة الست أحلام. لما نشوف في الست أحلام يا أستاذة دعاء ونفكر في كل كلمة بتقولها الست أحلام، عايز أقول لحضرتك يعني لما تقول والله يا شيخ البيت بيغرق في الشتاء، والله يا شيخ إحنا وضعنا صعب والعيشة صعبة والحياة صعبة، وأنا بقول لها يا ست أحلام طب أنت راضية؟ قالت كده بانكسار، أعمل إيه؟ يعني تقولي طب يا شيخ أنا حتى لو ما رضيتش أعمل إيه؟ ده وضع وربنا كتبه عليا. أنا طبعا أبشرها إن شاء الله بإذن الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالله سبحانه وتعالى قد أتى بالعسر بين يسرين، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يسخر ليها ويلين ليها يعني بإذن تعالى قلوب رحيمة تنظر إليها نظرة رحمة. إحنا محتاجين يا جماعة من أهل الخير إن هم ينظروا لست أحلام نظرة رحمة. سيدنا النبي قال لنا كده يا أستاذ دعاء، لما نرحم الناس ربنا يرحمنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. لما نتراحم فيما بيننا، سيدنا النبي يقول لنا كده، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الايه؟ الجسد الواحد. عايز اقول لحضرتك الست دي يا استاذ دعاء هي اختنا بالفعل، اختنا في الاسلام، اختنا في الايمان، انما المؤمنون ايه؟ انما المؤمنون اخوه. الاخوه دي يا استاذ دعاء مش مجرد ان انا اشعر بها واتعاطف معها بس بالاحساس والشعور، لا، الاخوه دي يا استاذ دعاء لما نتصل دلوقتي على مؤسسكم الخير واقول ست احلام محتاجه ايه؟ محتاجه سقف بيت، محتاجه وصله ميه، انا هوصل لها وصله ميه ب 5000 جنيه، ايه يعني لما اتبرع ب 5000 جنيه واضمن ان انا اشرب من كف حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكله ان انا سقف لها غرفه واحده ثمنها 10000 جنيه واكون في ظل صداقتي يوم القيامه، سيدنا النبي قال لنا كده، والمرء في ظل صداقته يوم القيامه. يعني البيت اللي انا هسقفه ده وال 10000 جنيه اللي انا اتبرع بيها لست احلام، ربنا يجعلهم يوم القيامه كالغمامه وكالسحابه تظلك يوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هتقف يوم القيامه في ظل عرش الصدقه، هتقف يوم القيامه في ظل هذه الصدقه. السقف اللي انت سقفته لست احلام في الدنيا ياتي يظلك يوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن. فساعد وبادر وسابق وسارع في فعل الخيرات، هتزرع الخير هنا هتلاقيه يوم القيامة جبال من الحسنات إن شاء الله. نشوف كمان حالة من حالات مؤسسة فيكم الخير. أم كرم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا مع حضرتكم النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير لمحافظة بني سويف قرية خرشيد. جينا النهاردة للست كرم الحاجة الأصيلة اللي راضية على عيشتها، مع كم الظروف وكم المعاناة وكم الألم والوجع اللي هي عايشاه، ولكنها راضية. راضية يا جماعة، متخيل ست عاملة سقف البيت بتاعها شيلة قديمة، عبارة عن بطاطين قديمة، عبارة عن قماش قديم، عبارة عن أي حاجة قديمة، حطاها سقف بيت حماية ووقاية ليها من حرارة الشمس ومن مطر الشتاء. احنا لما شفنا البيت وشفنا الحالة وشفنا الظروف للأسف يعني محتاجين كلنا نقف مع بعض وقفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا كده، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يعني يا رسول الله، قال لك يعني لما يكون في حد اختنا ظروفها تعبانة ومحتاجة مساعدة لازم كلنا نحس بيها ونشعر بيها وبقدر الإمكان نسعدها. تعالوا مع حضراتكم نشوف الست كرم الست الأصيلة ظروفها ايه ومحتاجة ايه ونساعدها ازاي عشان ربنا يساعدنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا حاجة كرم، عاملة ايه؟ سلامك يا شيخ. حاجة كرم، جينا لك النهاردة مع مؤسسة فيكم الخير، وأهل الخير كلهم شايفينك دلوقتي حالا وعايزين يساعدوكي، فعايزين يعرفوا الأول ظروفك ايه وعايشة ازاي. والله ظروفي تعبانة ومعنديش أي حاجة خالص، لا عندي تلاجة ولا عندي بلوجاز ولا حتى سرير نايم على العيال، وما عنديش ميه ولا عندي كهرباء. والله العظيم ربنا يعلم اللي يعمل اي حاجه، ربنا يجعلها كلها مزاد حسناته، وربنا اللي وسعها عليهم، بس يشوف الظروف ويشوف الحاله اللي انا فيها ورحمه ابويا. احنا ربنا اللي يعلم، معايا بنتي تعبانه، والله معايا بنتي تعبانه وقسما بالله عندي بسيده ما عارفه اجيبها هنا، يعني والله انا بكذب عليكم في اي حاجه، يعني عندي بنتي تعبانه والله وبتتعالج وعندي بسيده وما عنديش اي حاجه تخلق، والسرير والله العظيم عاملاه بالبلوك. انا والله العظيم انا عامله بالبلوك، واللي يعمل سرير اللي انت بتنامي عليه عامله بالبلوك. ايوه عامله بالبلوك، والله والله عامله. انتوا متخيلين يا جماعه سرير يعني الانسان بيجد فيه الراحه والطمانينه بعد كم من التعب طول اليوم، عاملاه من الطوب البلوك. البلوك ده اللي هو الطوب الابيض يا جماعه،
ست كرم يا جماعة، أختكم يا جماعة بتنام على سرير معمول من الطوب الأبيض، بنسميه هنا في المحافظة بالطوب البلوك. يعني أنت متخيل كم المعاناة، ولا هي لقيت سقف بيت، ولا هي حتى لقيت مكان آمن تعيش عليه أو تبات عليه. بس ما عنديش أي حاجة والله، والباب ربنا اللي يعلم، زي أنت شايف كده الباب والشباك، والله العظيم ما عندنا أي حاجة. أكتر حاجة محتاجاها من أهل الخير إخواتك اللي شايفينك دلوقتي، وأهلك وناسك، محتاجاها إيه؟ والله محتاجة اللي يقدر عليه يعملوه، والله زي ما أنتوا شايفين كده، وزي ما أنتوا شايفين البيت كده، لا باب ولا شباك ولا حاجة ممحرة ولا سرير ننام عليه ولا. قبل التقارير سألتك قلت لك أنا مش شايف مية في البيت، قلت لي يا شيخ مفيش مية. ما عنديش مية والله، ولا عندي كهرباء. بتجيبي مية منين؟ مية من آخر الدنيا والله، من بره من الجيران، وسواعد بيقفل بيبان في وشنا. كلمة أو كلام الحاجة كرم يا جماعة كلام للأسف موجع جدا جدا. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الصحابي وقال يا رسول الله إن أمي ماتت، إيه أفضل الصدقات أعملها على روح أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له سقي الماء. سقي الماء ده يا جماعة أفضل الصدقات، لما كلنا نتشارك النهاردة ونساعد الست كرم ونعمل لها وصلة مية مع مؤسسة فيكم الخير، تمنها 5000 جنيه. 5000 جنيه هتضمن بيهم الجنة، 5000 جنيه هتضمن بيهم ان انت تشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي علمنا كده، من سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. تعالوا يا جماعة صدقاتكم وتبرعاتكم وزكواتكم نسعد ونساعد الست كرم، نسقف لها البيت ونجيب لها وصلة مية ونساعدها، عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال لنا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال لنا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وستره أيضا في الآخرة. حاجة كرم احنا سجلنا التقرير ده وانزيوه على التلفزيون، في مشكلة؟ لا مش اي مشكله، وربنا يجعله اللي يعمل حاجه ربنا يجعلها كلهم مزيد حسناته ان شاء الله. اهل الخير اللي شايفينك دلوقتي وسامعينك من خلال مؤسسه فيكم الخير هيساعدوك ويسعدوك، عشان ربنا يساعدنا كلنا ويسعدنا في الدنيا والاخره. شفنا طبعا الحالة، ودايما بقول لكم ان الصورة بتتكلم. طبعا مؤسسة فيكم الخير بتعمل بحث ودراسة للحالات، وبتشوف الحالات المستحقة والحالات الاكثر استحقاقا اللي بنعرضها على الشاشة. وتعليقك يا شيخ. تعليق والله يا سعاد، اللهم لك الحمد، مفيش حالة من حالات مؤسسة فيكم الخير اللهم لك الحمد اللي ليها فولدر خاص، ملف خاص كده بيها باذن الله بحث اجتماعي للحالة، واللهم لك الحمد مفيش حالة ايضا بنعرضها الا لما ربنا بيسخر ليها اهل الخير وبنساعدها، اللهم لك الحمد. احنا بننشئ اهل الخير ان احنا ننظر لهذه الاسره نظره خير ونظره رحمه. الست يا جماعه يعني كلماتها ووشها ويعني تعبيرات كلامها يا استاذ دعاء بيدل ان هي في اسى وفي وجع وفي الم على مر السنين وعلى مر الشهور. احنا محتاجين من اهل الخير ان هم ينظروا اليها نظره خير، محتاجه سقف بيت ومحتاجه وصله ميه. يعني حلمها في الدنيا دي كلها 15000 جنيه، سقف بيت غرفه واحد 10000 جنيه ووصله ميه ثمنها 5000 جنيه، نقدر ان شاء الله نساعدها ونسعدها عشان ربنا سبحانه وتعالى يسعدنا ويسعدنا. ولما سئل النبي عن افضل الاعمال قال لنا ايه يا استاذ دعاء؟ قال سرور ها تدخله على قلب مسلم. فلما ندخل السرور والفرح على قلب سيدي ربنا يدخل علينا فرح وسرور في الدنيا والآخرة إن شاء الله. آمين. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة من ربنا لينا كلنا. رسالة النهاردة يا جماعة رسالة صعبة شوية، محتاجة مننا كلنا وقفة. لما نخش للست أم عبد الله، الست الكبيرة في السن اللي جوزها سابها بقاله سنين ما تعرفش عنه هو عايش ولا ميت، حي ولا ميت، يعني ما تعرفش عنه أي حاجة خالص. شالت المسؤولية يا جماعة، سابها في بيت مش بيت والله، للأسف والله العظيم احنا ما عارفين نقف يا جماعة من كم الرطوبة اللي طالعة في الأرض. فرش الست للأسف ما فيش فرش، حصيرة وحاجة مهمشة جدا جدا. البيت يا جماعة سقف البيت عبارة عن جريد وعن بوص، لا يسمن ولا يغني ولا يحمي من أي شيء، ما فيش أي حاجة فيه للأسف.
احنا بنشد اهل الخير يا جماعه، اسمعوا ست ام عبد الله ومعاناه ام عبد الله، وازاي ام عبد الله عايشه في كم الوجع والالم اللي هي عايشه. تعالوا مع حضراتكم نشوف ست ام عبد الله ظروفها ايه وعايشه ازاي ونساعدها ازاي. سلام عليكم. سلام عليكم. ازيك يا حاجه ام عبد الله؟ عامله انا الحمد لله. عايزك يا ست ام عبد الله تبص لاهلك واخواتك اللي سامعينك دلوقتي وشايفينك واحكي ظروفك. انا يا فندم ده انت شايف الحال والوضع، انا ست غلبانه وما فيش ايراد ولا حاجه نعيش منها، وسابنا بين ناسين، ما عنديش دولاب ولا عندي سرير، وبننام على الارض زي ما انت شايف حضرتك، ومطره بتنزل علينا كل سنه بتغرق لنا البيوت، فمش عارفين نعيش ازاي الصراحه. والبيت عايز يتحبك، والاولاد طبعا ما بيدوش فلوسها ولا جنيه، وانا عايشه بالايراد ال 300 جنيه اللي يا دوبك اللي بتجيب في الشهر بنصرف. طب انا عايز اتكلم على حاجه، انا شايف البيت كله رطوبه في الارض، البيت ميه كله في الارض، انت عايشه ازاي؟ ما عنديش دخله ميه. جينا نحاول مع الشيخ هنا كان مرضيش يدخل. هو سقف البيت، السقف يعني، انا حتى السقف اللي محطوط الجريد او البصل اللي محطوط ده مش يعني مش خايفه على نفسك او على اولادك من دخول اي تعبانه او اي حشره من الحشرات؟ ما الوضع كده يا فندم، هنعمل ايه؟ طب عايشين على قد ما فيش ايراد. يبقى انت راضيه على العيشه دي يا حاجه؟ ما هنعمل، ما فيش حاجه يعني دخلنا ولا. طب تحبي تقولي ايه للخير اللي شايفينك دلوقتي وسامعينك؟ مش شغالين يعني، تحب تقولي ايه لاهلك واخواتك اللي شايفينك دلوقتي وعايزين يساعدوك؟ لو عايزه كتير يعني حقيقي، انا عايزه بتوجاز، عايزه غساله اغسل عليها، بغسل عليها ايدي يا فندم، وعايزه دولاب، ما الهدوم بنحطها فيش ولا. انت عايزه بيت وعايزه فرش بيت وعايزه عيشه تانية خالص، للاسف الوضع صعب عندك. ربنا يعينك يا رب، ربنا يعينك ويقويكي. بس انا عايزه اقول لك احنا جينا لك من اخر الدنيا، لما انت اتصلت علينا وقلت لنا تعالوا يا جماعه شوفوا ظروف ايه، اهل الخير جواهم خير وعايزين يساعدوكي. انت اكتر حاجه، اكتر حاجه محتاجاها ايه؟ احنا ناس غلابه، اكتر حاجه عايزينها دولاب وسرير ويخش لنا. حلم حياتك كله دولاب او سرير؟ حلم حياتي كله ان يدخل لنا ميه ووصلت ميه. وصلت ميه وتحب. طلبات بسيطه جدا يا ام عبد الله، وعندنا كتير يعني مش هتفرق كتير، ولكن هتبقى عندكم بالنسبه ليكم هو الحلم اللي الانسان بيتمناه في الدنيا دي كلها. يعني طلبك في الحياه كله تسقيف البيت ووصله ميه. طبعا. محتاج ايه تاني؟ وان كان دولاب ولا بتجاز او غساله اغسل عليها يا فندم، برضه بتعب. يا اهل الخير، يعني ام عبد الله والله كلامها وطلباتها بسيطه جدا. ام عبد الله بتقول لك يا جماعه انا محتاجه وصله ميه، ما عندهاش ميه في البيت يا جماعه، هي واولادها. وصله الميه مع مؤسسه فيكم الخير ثمنها 5000 جنيه. ام عبد الله بتقول انا محتاجه سقف بيت. سقف البيت مع مؤسسة فيكم خير نقدر نسترها، وحتى بتقول لو غرفة واحدة بس نسترها بس. نسترهم ربنا دنيا وآخرة يا رب. بيكون دعوة طيبة، دعوات الطيبين ليس بينها وبين الله حجاب. كلمات الست أم عبد الله وطلباتها بسيطة جدا جدا. لما تقول لنا أنا نفسي بس كده غسالة عشان أغسل فيها، أو تلاجة أو دولاب أحط فيه لبسي بدل ما لبسها على الأرض. يا جماعة عيشتها كلها على الأرض، الأرض رطوبة طالعة بمية، للأسف إحنا بقولك مش لاقيين مكان والله نقعد فيه أو نقف عليه، واقفين كده على مية في الأرض. إحنا بنشتغل الخير من خلال مؤسس فيكم خير، إن إحنا يا جماعة ننظر للست أم عبد الله نظرة رحمة، ننظر إليها كده نظرة رحمة. حد من أهل الخير دلوقتي يتكفل ويجيب لها يا جماعة ويوصلها وسط مية بثمنها 5000 جنيه، حد يسقف لها حتى ولو تسقيف غرفة واحدة ب 10000 جنيه، حد من أهل الخير يتبرع ويتكفل ليها سواء يجيب لها غسالة أو بوتاجاز أو ثلاجة أيا كان. يا جماعة لازم نسعدها الست أم عبد الله. يا جماعة جت لنا وزي ما قلت لك في أول التقرير دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي يتفاعل مع الرسالة ويتجاوب لرسالة ويستجيب لأمر الله ويستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين أم عبد الله يوم القيامة تقول لربنا يا رب خذلوني في الدنيا، يا رب تركوني في الدنيا، يا رب جيت لهم وقلت لهم أنا محتاجة مساعدة، ما حدش سأل فيا ولا حد اتصل على المؤسسة ولا حد ساعدني. صعب جدا أم عبد الله تجي يوم القيامة تقف بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نمسح هذه الدمعات، عايزين نبدل هذا الحزن لفرح إن شاء الله بصدقاتكم وتبرعاتكم ونفقاتكم مع مؤسسة فيكم الخير. هنخلي الحلم يبقى حقيقه، وهنخلي الحزن ده هيبقى فرح وسرور ان شاء الله. ست ام عبد الله احنا سجلنا التقرير ده وهنذيعه على التلفزيون، في مشكله؟ الله يبارك لي فيكم ويخليكم يا رب ونعيش. في مشكله لو ذعناه على التلفزيون؟ الله يبارك لي فيكم والله العظيم. ان شاء الله مفيش مشكله، وان شاء الله تعالى هنسعدك وهنساعدك باذن الله.
شفنا حالة أم عبد الله، حالة صعبة. عايزة أقول أرقام تليفون مؤسسة فيكم الخير موجودة على الشاشة، أي حد عايز يتواصل معاهم يشوف حالة من الحالات اللي احنا بنعرضها ويساعد فيها، أو مشروع من المشروعات المختلفة لمؤسسة فيكم الخير، الأرقام موجودة على الشاشة. تعليقك يا شيخ، تعليق أخير. تعليقي إن الحاجة أم عبد الله ظروفها صعبة جدا جدا يا أستاذة، محتاجة سقف بيت، ومحتاجة أي زي ما احنا سمعنا في التقارير دولاب أو ثلاجة أو غسالة، هي محتاجة عيشة تانية غير العيشة اللي هي محتاجها يعني. أنا بس بذكر المستمع والمشاهد بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تقي مصارع السوء وميتة السوء، الصدقة برهان ودلالة على إيمان العبد وقربه من ربه سبحانه وتعالى. لما نتاجر مع ربنا في هؤلاء، ربنا إن شاء الله يسعدنا ويسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة. بشكرك يا شيخ وبشكر مشاهدينا، وسيبكم آخر تقرير في حلقتنا النهاردة، وتقرير من تقارير مؤسسة فيكم الخير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا مع مؤسسة فيكم الخير عشان نبدأ مشروع خير جديد النهاردة. جينا محافظة بني سويف، جينا لست أم أحمد عشان نشوف ظروفها ونشوف ظروف أولادها وبيتها اللي محتاج سقف بيت ومحتاج فرش بيت. لما سمعنا من ست أم أحمد لقينا فعلا إن حالتها صعبة جدا. كم معاناة يا جماعة الناس دي عايشة، الناس دول يا جماعة لهم حق في رهبتنا يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن كل فقير، ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن كل معدوم، ربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن الحالات دي لما شفناها وما استجبناش معها. تعالوا مع حضراتكم نشوف ست أم أحمد ظروفها إيه ونساعدها إزاي. سلام عليكم. سلام الله بركاته. إزيك يا أم أحمد؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. أم أحمد مش عايزك تعيطي، إحنا أخواتك وأهلك وأهل الخير هيساعدوك إن شاء الله، بس احكي لنا ظروفك إيه. طب أنت شايفي؟ قولي لأهل الخير عايزين يسمعوا مني. عايزين سقف وعايزين كل حاجه. يعني انا شايف البيت ما فيهوش اي فرش ولا في سقف بيت، عايشين ازاي؟ هنعمل اكتر حاجه. اكتر حاجه انت محتاجه ايه يا ماما؟ للسقف وكل حاجه. طب انت بتعيطي ليه؟ عشان الدنيا اللي شايفين. معلش انا عايزك توصلي صوتك لاهل الخير. الدنيا هاي احنا بنقول يا رب لا يعمل حاجة يعملها عيل اللي يقفله. يعني تحبي تقولي ايه لاخواتك اللي سامعينك؟ اكتر حاجة انت محتاجة ايه عشان هم عايزين يساعدوكي؟ السقف. محتاجة سقف بيه. حاجة في البيت، كل حاجة محتاجين، كل حاجة لازمها. طب يا جماعة ست ام احمد انا مش عايز اثقل عليها في الكلام لان الدموع مالي عينيها، ودموع ست ام احمد غالية علينا كلنا. الدمعات دي يا جماعة عند ربنا سبحانه وتعالى لها مكانة كبيرة. ربنا يسألنا كلنا عن كل دمعة نزلت من الست دي. كل دمعة يا جماعة كان سببها الألم والشقاء، كل دمعة كان سببها تعب، كل دمعة كان سببها مر أيام وسنين وشهور، كل دمعة كانت على خد الست أم أحمد وهي بتقول الشمس هتطلع بكرة. طب أولادي وحالي؟ احنا بنناشد أهل الخير يا جماعة، كل حد جواه خير سمعنا وشايفنا دلوقتي ينظر لست أم أحمد نظرة رحمة، ينظر لأولادها نظرة رحمة، يساعدها بقدر الإمكان. بتقول أنا حلمي حاجة واحدة بس، إن تسقيف البيت يا جماعة. عايزين نسقف لها البيت، نسقف لها حتى ولو غرفة واحدة مع مؤسسة فيكم الخير، نسترها عشان ربنا يسترنا، نساعدها عشان ربنا يساعدها يسعدنا، نقف معاها عشان ربنا سبحانه وتعالى يقف معانا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده وربنا على كده. لما كانت المرأة تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من رسول الله مساعدة، كان النبي يقف معها صلى الله عليه وسلم، كان يقف معها سيدنا النبي ويقول لها أساعدك إزاي، حاجتك إزاي، أسلقي أي الطرق شئتي. ست أم أحمد النهاردة يا جماعة بتنشدنا كلنا باسم الأخوة واسم الدين، وتقول أعمل إيه يا شيخ؟ أنا محتاجة مساعدة، محتاجة تسقيب بيت، محتاجة فرش بيت، محتاجة لأي مساعدة من أهل الخير. سيدنا النبي قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لما نرحم أم أحمد ربنا يرحمنا، لما نساعدها ربنا هيساعدنا، لما نسعدها ربنا سبحانه وتعالى هيسعدنا أيضا وهيسعدنا في الدنيا والآخرة. سيدنا النبي قال لنا من فرج كرب أخيه في الدنيا فرج الله كربه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر
مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وستره في الآخرة إن شاء الله. ست أم أحمد إحنا سجلنا التقرير ده وهنذيعه على التلفزيون، في مشكلة؟ لا إن شاء الله مفيش مشكلة، بيكم وصدقاتكم وتبرعاتكم هنخلي حلم ست أم أحمد حقيقة إن شاء الله.